اولا خالص العزاء للشعب المصري كله، لانه صلاح السعداني مش يخص الاسره الفنيه او يخص اسرته الصغيره، هذا الفنان المصري اللي قدر ان هو يعبر عن شخصيه مصريه في اعمال كثيره، مؤلفين كبار مخرجين كبار، لكن لولا صلاح السعداني في هذه الاعمال ما كانش بوعيه وبثقافته ما كانش خرجت بهذا التجذر في الروح المصريه والشخصيه المصريه. فخالص العزاء للشعب المصري كله، للامه العربيه كلها اللي استمتعت بفنه، واحنا فقدنا فعلا شيء كبير جدا، عمود كبير من اعمده مش بس الفن المصري ولكن الهويه المصريه كمان. احيانا صلاح السعداني كان ممثل صاحب رؤيه، وكان ممثل ليه ثقل، وكان ليه كمان خلفية ثقافية قوية جدا، حتى في المخارج، مخارج الألفاظ، طريقة الإلقاء، حتى دور أيا كان الدور اللي بيلعبه. بالمناسبة صلاح السعداني كان ليه مدرسة مختلفة من أول مسلسل بدأ فيه، يمكن مسلسل رحيل تقريبا سنة 60 صحيح، لغاية مسلسل الأصدقاء، رحلة مختلفة، رحلة استثنائية لفنان استثنائي. لو حضرتك هتضع عنوان لهذه الرحلة أو هتكلمنا عن عناصر استثنائية وخصوصية هذه الرحلة. طيب خليني أبدأ بجملة سمعتها من أستاذ محمود سعد ربنا يديله الصحة، هنا في الاستوديو اللي جنبكم، هنا استوديو واحد، لما كنا بنعمل برنامج البيت بيتك في 2000 وقبل 2010. ومرة كنا قاعدين بنتكلم في تحضير لفقرة كده، فقال لي أنت عارف يا محمود أكتر ممثل مثقف في مصر مين؟ ما حبيتش اخمن، قلت له مين؟ قال لي صلاح السعداني. هتخش بيته هتلاقي مكتبه مش موجوده في بيت ممثل تاني على الاطلاق، ومش مكتبه للوجاهه وعشان يبقى منظر البيت يعني ان في كتب، قرأ كل ما وصلت اليه يده. ده كان شهاده محمود سعد على صديقه صلاح السعداني. انا عارف كويس قوي ان حكم التكوين هو اللي فرض الحاله اللي حضرتك حكيتيه عنها على صلاح السعداني. يعني ايه؟ هو ابن الحاره المصريه في حواري الجيزه اللي اتولد فيها، وشاف اخوه الكبير محمود السعداني الولد الشقي، شافه بيسخر من العالم كله، اهم كاتب ساخر شافته الامه العربيه. هو ابن الحاره المصريه اللي ارتبطت مع احلام فترة الخمسينات والقومية العربية وفكرة الصعود للدولة المصرية، فكرة انه في مصر دولة تريد ان تفرض صوتها وان يسمع الجميع صوتها، وان تجعل ايضا قضايا المهمشين وضحايا الاستعمار وما الى ذلك في صلب دورها. صلاح السعداني شاف كل ده، اتربى في ظل ده، كان دايما يقول في حوار شهير له مع جريدة الاهالي في التسعينات، كان بيقول فيه انا ابن ثورة يوليو وانا ابن جمال عبد الناصر. كان بيتكلم باحساس شديد جدا